كيف معنا؟ كيف قبل شيء ساعه احنا نقطك وترجع لنا. يا اخوي انا ابي افهم السالفه. محمد ناحي خصم 2000 ود اخوي ياخذ هذا هذا ما ادري. لا سالفتك ذي هينه. سؤال انت تسمع الحين انت خاصم شو معناه؟ لا لا جايكم تضامن معكم. تضامن؟ اي سطوه تضامن لبلع. تخيل شل اخوي ياخذ من السجن ما يصير. اسولف انا قبل شوي توقع وش؟ الان استوعب معي واستوعب انت الكيكه من كيكته؟ هبا العز هادر لك اربعه ومدري وش وبارك له واللي جيبها الجنرال الكيكه جيبها الجنرال من فريق دعم عباس المن العز واللي كلاها من الجنرال واللي مسجون من عز وعفان وانا عفان ايش دخله يسجن وانا ايش دخلني انا ايش دخلني انا جاي تدري ليه فقره الهدايا متى بكره دقيقه بس دقيقه الحين اذا كيكتي هذه مثلا هديه لي بكره ليش شكلها بكره عندي بكره شنو يعطون هديه شاف انها لك وذا زين بكره شنو يعلنون عن هديه الرجال بكره وقف 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 احسنت لين الفقره وش شبك وبكره وعقاب له انا وياك نسجن والله انا ابي افهم ماني فاهم جاب رجال وخصم وفعل وسوى ما ادري ايش السالفه يا ولد ما يتوصل للسجن الكيكه ترمى خلاص يا ولد انا قلت ميده قلت انكر اخوياي بتشل خصم عنهم او انهم بتفكهم الصندوق الاسود خصم علي يخصم علي قال لا اخصم ابو ملحم انا براضينها تفادي بعمرك تنزل برايم عشاننا يا ولد ما فيش برايم ذا طيب سؤال ما في ليش ياكلها تمنها لي يعني هديه لي وبكره والله صدق صدق خرب سؤالك مقنع بكره شباك شنو يعطون كذي خرب عليك والله جدد بكره ليه ما خلاها بكره فقط شباك دي يعني بكره شنو يعطون الناس هديه بكره شباك والله خرب عليكم فواجه طيب ليه ياكلها ليه يبي ياك يبي يتحدد هنا يبي نرد يا تدرون كم عليه خصم 1000 و2000 و1000 و3000 9000 9 و8 شو اسوي طيب؟ ما هانت علينا مصيبتنا ما ادري يا الربع انا ليه طيب؟ عشان رحت المزرعه استاذنت من الحسين نفسه رحت المزرعه خصم عليه 3000 اسمي دلال والله ابى لا والله تكفى يا ولد والله الوضع ودك تصيح كيكتك واكولها وتاكل منها اكل اكل منها تاكل منها فضاله اكل اكل منو عندنا برا؟ حسين العتيبي وبند القرقاح ما مشوا لا جايين عند اخويا يا والله كيكه حلوه كلها كلها جعل في العافية شوف للأمانة للأمانة أنا الجنرال هذا أحبه بس يا أخوي كلنا شوف ما حد مشكلة ما حد ذكر الثاني بس القرارات دخلها في مخي لا أنا أحبه كسيد شخصي أنا أحبه لكن تدري وش المشكلة أحيانا يظلمني يا تدري من أكثر واحد خصم عليه اليوم طيب أنا انت خصم عليك واجد عرفان مثل وصندوق اسود ومحمد بن احي ونواف يا ولد في تداخلات كذا احنا نبي منها العفو يعفي عنا دام دخلنا السجن احنا نطلع على البث نبينا من البث نبي ناخذ حقنا من البث كيف نطلع الحين؟ ها؟ كيف نطلع؟ كيف نطلع؟ لا ما لين يجي امر من يجينا الاداره تقول اطلع ولا ما تطلع هو ساجنك وسجننا سجن لاشعار اخر يقول نهاية البث يقول نهاية البث لكن أمس جني نهاية البث جيت رقدتي ايش سوي يا ولد حالي احرقها من البث ما حطها يا عيال انا يخاف مني هو ايش السالفة ليه؟ كل ما جاء في شيء غلط لا غلط خل انك هذه انت ممكن اول مرة سجنكم انا مرة طافت سجن والمرة اللي قبله سجن والمرة هذه سجنكم بس انتم معي مرة طافت لحالي هو لو قال يا محمد الناحي خصم 2000 وروح مع اخوياك للصندوق الاسود ما عندي مشكله. هو قال خصم وود اخوياك للصندوق الاسود وتعال. اكيد ما انت براضي اخذ اخويا ودي يا ولد وين اوديك؟ خلوكم محللين تخيلوا معي اللي صار. دخل جنرال كيكه هباس عبد العزيز بعدين رجع بعدين خصم بعدين رجع
بعدين عيفان عبد العزيز محمد مناحي كذا كذا محمد مناحي كذا ورا الشوت من فوق ايوه محمد مناحي ود عبد العزيز وعيفان رجع ايش دخل خصم ولد والله يا عيال صادق كيكه حلوه شوف شوف هي خريطه بس انا كذا يبي لها ترتيب هي مرتبها في 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 انها بالموضوع انت شو مسوي انا شو مسوي ما سويتش يعني والله بس يقول لي في حال في حال في حال قلت الشباب صحوا لي عيفان عيفان زايد زايد قال زايد الاسلمي يقول زايد الاسلمي زايد طالع حلو الصراحه والله حلو بس انها خلصت معلومه والله يوم خذها منها انا قلت له ولد ولد وتذكرت ان جراك جونيور هذا تخصم علي انا قلت يا ولد انا صدمني قلت لك ايه قلت لك يا ولد يا ولد قلت له جوك لعبك ولد وجوك لعبك جونيور اسمع يا المره يا ولد يا ولد يا ولد رجع جنرال 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 بحكي والله حتى يا ربع اضيف هنا ملينا خليت وسطونا نطلع خليت وسطونا ولا يجون يسولفون معنا ولا يحاجة عندنا فقرة شباك من شي اسمه لا مو شباك دولاب صح؟ أشر لحد يجي يسولف معنا شوي طفشنا مليت من وجهك شوي ما يقدر يجيك ها؟ واخر اخر اجو ما يقدر يجيك ها؟ اصبر ما يقدر لا دو ما يقدر لا 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 والله جزتهم حلوة دائم الايام اللي فيها فعاليات نسجل ولا نغيب فيها